بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، سلام من الله عليكم متابعي قناة مستر نورو للمعلومات. حلقة جديدة مهمة تحدث فيها عن تطبيق أو ميزة تكون رائعة لتغيير خطوط هاتفك، وخاصة على هواتف سامسونج. أولا قبل أن أبدأ في الشرح، لو كانت لك أول مشاهدة لقناتنا لا تنسى ضغط على زر الاشتراك، تفعيل مع خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد. شيء ثاني، جميع روابط التطبيقات تقوم بتحميلها أسفل هذا الفيديو من موقع مستر نورو للمعلومات. كما أخبرتكم هو تطبيق بسيط تقوم بتحميله أسفل الفيديو، تضغط عليه ضغطة واحدة، لا تحتاج فيه لا روت ولا أي شيء آخر، تعطيه صلاحية الدخول إلى الملفات لأنه سوف يقوم بتحميل يعني الخطوط على هاتفك، وبعدها تأتيك الواجهة بهذا الشكل مباشرة. أنت تقوم بإغلاقها، سوف تأتيك بعض الإعلانات مباشرة تقوم بإغلاقها، عادي جدا. يوجد بعض الأمور التي أريد أن أنوه لك. One you IE. هذه خاصة بالهواتف التي تعمل على سامسونج بالواجهة الجديدة التي قامت باستعمالها شركة سامسونج One UI، التي معروفة من يعني الإصدار 9 كانت على الأندرويد 9 فما فوق. انظر معي كما تلاحظ باللون الأحمر، جميع هذه الخطوط سوف تستعملها أنت على هواتف خاصة سامسونج. تنتظر حتى تأتي معك فقط، لأن يعني ها هي لكم، تختار أي خط فيها مباشرة تقوم بتحميله وتثبيته. شيء آخر، هنا يوجد أمور أخرى، مثلا هنا الإيموجي، أيضا تقوم بتحميل الإيموجي الخاصة بالإيوس، أشياء كثيرة، وتضع أيضا على هاتفك. ويوجد هنا كولور، كولور أيضا يعني يكون خطوط بألوان مغايرة بهذا الشكل كما تلاحظ هذا الشكل. وفي الشيء الآخر ستيليش، هنا ستيل هذا خاص بالهواتف التي تكون من الإصدار 9 فما أسفل من الأندرويد. نعود الآن نحن إلى وان يعني UI، مادام أننا نستعمل هواتف سامسونج، ونأتي إلى أي خط لنقوم بتجربته على هاتفك مباشرة. مثلا سوف نجرب نحن هذا الخط فوروس، تضغط عليه هكذا ضغطة واحدة، يظهر معك الإعلان، تقوم بإغلاقه، يخبرك هل تريد يعني أن تقوم بتحميل هذا الخط، تضغط على الداونلود مباشرة سوف يقوم بتحميله. بعد تحميله يخبرك هل تريد أن تقوم بتثبيته، تضغط على كلمة انستال، تأتي إلى هنا يخبرك يجب أن تعطيه صلاحية التثبيت من هنا، ثم تضع إشارة الصحة هكذا، وبعدها مباشرة سوف تعود وتضغط على انستال ليقوم بتثبيته. الآن بعدما أن يقوم بتثبيته يخبرك هل تريد أن تقوم بتغييره، تضغط أنت على شينج فاونت مباشرة سوف يأخذك إلى الهاتف الذي تستعمله أو الخطوط التي تكون على هاتفك مباشرة، تضغط كلمة فوروس مباشرة سوف يتحول معك الخط ويأتي على هاتفك بهذا الشكل. لو نجرب الآن نذهب إلى الإعدادات سوف نلاحظ أنه تغير بالشكل الذي خيرناه، انظر معي جيدا. والشيء الجميل الذي نال إعجابي في هذا التطبيق أنه يغير الخط ويغير أيضا جميع المعلومات، سواء على الفيسبوك أو على الماسنجر، حتى كتابة يعني الكيبورد. لو تأتي الآن وتضغط على الكيبورد انظر معي جيدا، سوف يأتي بالخط الذي قمنا بتغييره، وبعدها مباشرة تقرأ رسائلك التي تأتيك على الواتساب، ماسنجر، أو يعني أي مواقع التواصل بالخط الذي تضعه. انظر معي، يوجد معنا هنا أكثر من 200 خط تستطيع أن تقوم بتجربتهم وتثبيتهم. والشيء الجميل أيضا في هذا التطبيق أنك لا تحتاج ولا أي روت، يعني مباشرة بدون روت تقوم بتجربتها، لأن الكثير من الناس يذهب ويقوم بالبحث عن التطبيق هل يوجد يعني على هاتفه، وإذا قام بتغييره يجب أن يقوم بروت، ولكن مع هذا التطبيق لا تحتاج لا روت ولا أي شيء من يعني النظام الخاص بهاتفك. تحمل هذا التطبيق، وخاصة لو كان هاتفك يعني سامسونج، تذهب مباشرة إلى One UI، تختار الخط الذي يساعدك بضغطة زر واحدة، تحمله، تثبته، يصبح يعمل على هاتفك بشكل رائع وبدون أي مشاكل. هذا هو التطبيق الذي أردت أن أشرحه معكم، أتمنى أنه قد نال إعجابكم. لو نال إعجابكم لا تنسوا نشره حتى تعم الفائدة بيننا، وكم أخبركم دائما، لو كانت لك أول مشاهدة لا تنسى الضغط على زر الاشتراك، تفعيل مع خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد. لا أطيل عليكم أكثر من هذا، أستودعكم في الليل الذي لا تظل ودائعه، وسوف نضرب لكم حلقة أخرى في مواضيع جديدة إن شاء الله. مع السلامة.